أشواط هذا المساء، صاحبة الشوط الرئيسي وصاحبة مجسم هجن الرئاسة، بالإضافة إلى السيارة الرينج روفر الفاخرة التي قدمت هدية للفائز بالمركز الأول. إذن على بركة الله مشاهدينا متابعين الكرام، عشاقي رياضة الآباء والأجداد، متابعي سيدة القنوات الرياضية، تواصلنا مستمر هنا من هذه الكثبان الرملية الذهبية الرائعة التي تتواصل هنا في الساد وفي هذا الأداء الجميل. شوط جديد من أشواط الخير والبركة، أعلنت انطلاق توسير مباشرة مع الصدارة، مع المقدمة، مع نجوى على الصدارة. محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري يتواجد الشعار الاقتصادي في مقدمة هذا الشوط والأداء الجميل، بينما نقلتنا مباشرة هناك إلى المركز الثاني سرابة أمبارك بن سالم بن عوي الشامسي يتواجد هنا في المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من الماركة لمحمد بن أحمد بن هويمل العامري يصل في المركز الثالث. نقلتنا إلى رابع المراكز ليجد الشاهينية سعيد بن سالم بن رصاص العامري، والمركز الخامس وصلت في هذه اللحظات على خامس المراكز القادمة بشعار النيادي، تصل الوثبة عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي ما شاء الله، ولكن ينخطف في هذه اللحظات زعفرانه عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، يصل في هذه اللحظات ينطلق في هذا الشوط الجميل. هذه الأسماء الجميلة، هذه الأعداد الهائلة ما شاء الله تبارك الله. عود والعود أحمد إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط، الشعار الاقتصادي بدأ ينطلق في الصدارة في المركز الأول. نجوى على الصدارة، محمد بن غانم بن حمودة الظاهري ينطلق مع نجوى في الصدارة في المركز الأول. الله المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات سرابة مبارك بن سالم بن عوي الشامسي يتواجد في المركز الثاني. الله يا بن رصاص بدأ ينطلق ولكن ينخطف من خلال تواجد شعار بن هويمل، بن هويمل الماركة، محمد بن أحمد بن هويمل العامري يصل مع الماركة، يصل مع الماركة هناك، ولكن بالرصاص مع كلام آخر مع الشاهينية سعيد بن سالم بالرصاص العامري يأتي من خلال تواجد الشاهينية والنقلة مباشرة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام لناخذ المركز الخامس، من يا ترى القادم المنافس في هذا الشوط؟ الباحث عن النقطة هناك وصلت زعفرانة عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وصل المجازف، وصل المجازف القادم من منازف هناك لياتي ويبحث عن الفوز والانتصار من خلال تواجد زعفرانة، تبحث عن الفوز، عن الانتصار، عن سيارة هذا الشوط، عن تسعيرة هجن الرئاسة الخامسة في هذا الموسم ما شاء الله تبارك الله. أعود إلى نجوى، نجوى في الصدارة، نجوى في المركز الأول، نجوى محمد بن غانم بن حمود الظاهري يأتي مع نجوى، بدأت تغير الماركة، بدأت تنطلق الماركة هناك، تأتي بشعار محمد بن أحمد بن هويمل العامري ينتقل إلى الصدارة. وصلت الشاهينية، وصلت الشاهينية في هذه اللحظات ليأتي سعيد بن سالم بن رصاص العامري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع سرابة ما شاء الله، وصلت سرابة مبارك بن سالم بن عوي الشامسي ياتي على المركز الرابع، وصل بن زيتون يصل في هذه اللحظات ليقدم زعفرانه عتيق بن محمد بن زيتون المهيري يا سلام، بينما الاسم القادم والمنطلق من الجانب الاخر لتاتي اغتيال الحميدي بن سالم العمري، وصل الحميدي في هذه اللحظات ليقدم هذه الاسماء، ولكن رجل الخطوط النهائيه وصل في هذه اللحظات، وهناك الوثبه عبد الله بن عامر النيادي، وهناك ايضا الاسم القادم يا سلام، وصلت الطائفة السلمان بن محمد بن سليمان آل جبرين، الأسماء القوية، الانطلاقات أيضا الأسماء ترقبوا مفاجآتها هناك، لنصل بكم مشاهدين الأعزاء إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط. يا سلام بن هويمل، بن هويمل على الصدارة، بن هويمل على المركز الأول، 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، الصدارة الماركة، محمد بن أحمد بن هويمل العامري يصل إلى الصدارة، يصل إلى المقدمة، يصل إلى المركز الأول، الشاهينية سعيد بن سالم بن رصاص العامري، وصل الحميدي في هذه اللحظات، وصل في هذه اللحظات ليقدم اغتيال، الحميدي بن سالم العامري يأتي على المركز الثالث، المركز الرابع القادمة أيضا شعار بن جبرين سلمان.
سليمان بن محمد بن سليمان الجبرين يصل في هذه اللحظات، وهنا تصل، هنا تصل الاسم القادم، وصلت منحاف مبارك بن يمعة بن مطر الخيالي يقدم منحاف في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. ولكن من القادمة؟ من المنطلقة؟ عبد الله بن خليفة بن شاهين الغفلي يصل في هذه اللحظات. الله 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 الله، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. الماركة 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 الماركة، ما شاء الله تبارك الله. بدأت الأسماء، بدأنا في الأمتار الأخيرة، بدأنا في الأمتار المجنونة، وهناك هملولة خليفة بن ضبيب سليمان الشامسي وصل في هذه اللحظات، وصل في هذه اللحظات. ولكن الماركة الماركة، وتحرك رجل الخطوط النهائية، تحرك في هذه اللحظات مع اللي هي مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. منحاف منحاف والجانب الاخر، هناك الوصول من الجانب الاخر مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. يا سلام، شعار بن دحروي على ما اعتقد 27 الوطن علي بن المر بن سالم الوهيبي من ابناء السلطنه القادم بكل قوه. وهنا الواصله، هنا الواصله، يا سلام الوهيبي الوهيبي انطلق. ولكن منحاف بسم الله تبارك الله، جوله الاوامر النهائيه. الله 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 الله، ارماح 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 ارماح، سلام تحيه واحترام لهذا الشعار ولأهالي رماح. تهانينا تهانينا والناموس لأيضا مالك منحاف مبارك بن يمعة بن مطر الخيالي. تهانينا والناموس المركز الثاني الوطن علي بن المر بن سالم الوهيبي المركز الثالث. فاجأتنا في الأمتار الأخيرة راهية خميس بن محمد بن مبارك المهيري المركز الرابع. وصلت في المركز الرابع كان دخول من أوتار علي بن سالم بن عبيد بن ظفير العامري. والمركز الخامس هناك ايضا كان دخولها جميل ورائع وممتاز. تهانينا والناموس لكل ايضا الفائزين في هذا المساء الرائع. شاهدنا القوه، شاهدنا ايضا منحاف من تنتزع هذا الشوط وتذهب بناموسة. ايضا الى اهالي رماح مبارك بن يمعة بن مطر الخيالي هو من ذهب بناموس هذا الشوط وذهب بهذا الفوز. ما شاء الله تبارك الله، انطلاق السهم الى خط النهايه 6 دقائق 26 ثانيه، 6 أجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك ايضا منحاف على هذا الفوز. مبارك بن يمعة بن مطر الخيالي المركز الثاني قدمت عرض رائع وجميل 6 دقائق 28 ثانية، وفاء وتماما وكمالا الوطن علي بن المر بن سالم الوهيبي. بينما اللي في المركز الثالث كانت هناك بأداء جميل ورائع وانطلاق اللي هي وصلت